كلام على ايه؟ اللكنه بتاعتهم دي مش جايه معايا، انت فاهم حاجه؟ هو فاهم، ده بيقول له هتكشف على الحاجه هو في ايده، مش مسموح لك كمان تلمسها الا لو هتشتري، بيقول له كمان ان الحاجه مش معاهم، فاحنا لازم نروح نتحرك نجيبها. نعم يا اخويا، انا مش ديلر يالا، مش ده اتفقنا يا عم من الاول، فهمه. مصطفى بليز كام داون. ما تقوليش كام داون، احنا ما بنشتغلش عند حد، فهمه ان احنا مش ديلرات. قال لك اهدى يا عم، ولا انت غاوي مشاكل مثل ما انتوا بتقولوا؟ هون ما في شيء بيجيب القوه، فبدنا نروق شوي. ومين سيادتك بقى؟ انا سليم حبيب. وماله، الحب مش غلط، وانت بقى اللي منظم الايفنت ده؟ انا هون ديلر، شغلتي مثل شغلتك ديلر، هم ما حدا صاحب اي شيء يا مصطفى. ولا انت شو كنت تفكر؟ رح تشتري المنجم؟ هون انت شغال مع حالك، ما في معك حماية ولا تراخيص، فبدنا نروق شوي لأنه فاهمين الموضوع غلط. وماله؟ فاهمني الصح أنت يا بيه؟ يعني لو كل شيء تمام، خلينا نروح على مكان تاني، هونيك بتحصل على الأحجار مقابل الدولار، أما إنك تعرف مكان المنجم، هذا الشيء مستحيل،